المغربيين من المغرب من اي بلاصه وكيقول الحمد لله ناجح 100%. فهذا شرف كيخدمني نكون دائما كبير عند الجمهور وكبير عند الناس اللي كيطلبوا هذا الشيء. الله يرحم الوالدين. جمهور المضيق او جمهور الجنوب او جمهور الشرق او الغرب كلهم مغاربه كيحبونا وحنا كنحبوهم وكنتمناو ديما ننجحوا باش نوصلوا لهم احسن حاجه. الجديد ديالي واخا باقي بعيد شويه لا موجود لما بغيتش نخرجوا دابا اغنيه على الاولاد اللي كيبعدوا على والديهم. سول فيا يا وليدي قبل ما يتقاضى العمر شي وحده. داير اغنيه على المراه جميله وسير الجمال لاله ما شاء الله عليك وخطبيها. اتصالات المغرب كأنا فنان مادام كتجيب لينا المهرجان كنخدمو وندخلو وليداتنا الفلوس الله يرحم ليهم الوالدين. ما عنديش شي رسالة نقولها لهم ديال الدوام مادام كنكونو موجودين فالله يخلف عليهم وشكرا ليهم.